بدي اطلب من كرم يجيب لنا الفانوس بهالفقره. بتعرفوا انه المارد عاده بيطلع وبشكرا وبحقق امنيه، بس نحن عكسناها، بيعمل توقع. اوكي راح ابدا من عندك استاذ زاهي، حظك شو بيقول لك؟ زاهي وهبي، حظك بيقول لك راح تسمع صوت قلبك وتترك قناة الميادين وتجبر زوجتك تترك الإعلام وتنزوي أنت وهي والولاد بمزرعتكم بالجبل. حلوة انزواء تنزوي. أول شيء موتني رعبي. أنا الشغلة الثانية إن شاء الله بتزبط معه، بصير عندنا مزرعة بالجبل. ما حلمك؟ إيه هذا حلمك، بلشت تحققه ولا لا؟ بالجنوب ايه؟ يعني تحقق تقريبا ايه؟ بس بالجبل بعد. انه بالجبل نحن بنقصد انه بمطرح شوي بعيد عن المدينه، هذا الجبل بالنسبه لنا. لا الجبل جبل لبنان. اه هيك بدي هيك. في احلى طيب من جبل لبنان لكن بالجنوب. بس شو هالتوقع ليه؟ ليه بده يعني انزوي بالبيت واقعد بالبيت وخليك بالبيت؟ لانه هذا حلمك، مش هذا حلمك؟ انه تكون هيك عندك مزرعتك الخاصه وتعيش فيها وبلا وجع راس. حلمي اني اتفرغ للكتابه واترك الشغل بالتلفزيون، بس يعني مش بالقريب العاجل. يعني ما 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 تفرح هلا انه والله بعد شهر افرح شهر. بالعكس نحن بنفرح بوجودك حبيبي. انه بعد 4-5 سنين يعني ما بتخيل حالي كل حياتي كل عمري اقضي على الشاشه وعم بسال سؤالات وعم بستضيف ضيوف وعم حاور ناس. صار لي 20 سنه بالتلفزيون، بلشت شوي اتعب، وبعتقد انه كل واحد منا عنده فكره هيك عن التقاعد تبعه كيف بيكون او عن اخر ايامه كيف ممكن يقضيها. انا بتخيلها هيك تفرغ كامل للكتابه، بتخيلها بتفرغ كامل للكتابه ببيت ريفي في شجر في خضره في ورد في زهور، في هيك مناخ شاعري اذا بدك رومانسي شوي، مع الاولاد مع رابعه مع العائله. ان شاء الله يعني اول شيء ان شاء الله بلدنا بضل بالف خير ونقدر نحقق احلامنا. اذا كان بلدنا بخير بعتقد الاحلام بتصير تحقيقها اسهل. قديت تغير المفهوم يعني كونك انت تحت الضوء ورابعه تحت الضوء بمطارح؟ يقال انه الانسان وقتها بينجمع بزواج بينه وبين شخص بياخذوا من بعضهم، يعني بصير فيه بعالم الانرجي انه كل واحد بياخذ من الثاني. بعتقد صحيح هالحكي هذا. يعني اول شيء انا تعرفت على رابعه وحبيتها وتزوجنا، كانت تشتغل بالتلفزيون، كانت تشتغل بالان بي ان، يمكن شهرتها اكثر بلشت بنيو بي بي اخذت لك اياها بنيو تي في. ما عندي مانع. ما عندي مانع. بس شو عطيتك؟ هي اللي بدي اعرفه. اذا اخذت قلبي وما كان عندي مانع، ما حيكون عندي مانع بشهرتي. الله يخليكم لبعض. اللي اعطيتني اياه اعطيتني كثير استقرار واعطيتني راحه نفسيه ومعنويه وروحيه وعاطفيه قد ما بدك قول شغلات، لانه نحن الحمد لله ثنائي يعني ناجح بالعلاقه الزوجيه وبالعلاقه العاطفيه اللي بيناتنا. يعني صارنا 12 سنه بنعرف بعض، 8 سنين زواج. بقول لك انه الحب اليوم اكثر من الحب قبل اول ما تعرفنا. قد ايه اثر عليك هالحب اللي عم تحكي عنه بالكتابه؟ اثر علي كثير منيح. انا بعكس كثير ناس، في ناس بيفتكروا انه الزواج الشاعر اذا تزوج رح يبطل يكتب رح يبطل يعني بس مثل ما عم توصف لنا اياه في شغف بهالزواج. في شغف حقيقه، في شغف وفي خلاني اكتب اكثر. بتعيشني يعني معكم شوي. اكسبسيونيل على رأيي يعني. بس عشرت بتجي ماريوكا مش مهم. أنا قبل الحلقة كنت عم أقول له لماريو بتعجبني المرأة اللي جواتها. هلو زاهي مش ممكن تعجب حدا المرأة اللي حد يعني. هلا شوف انا اذا غزلت ماري ورجعت على البيت ما في مشكله، بس اذا بدي غازل ميرفا او الين بدي اعمل حساب الرجعه وين بدي اروح. اياها مشان هيك بتغزل ماريوكا انه من شالي. عم بحكيكي يا جاره لتسمعي يا كني، مش عم بحكيكي يا كني لتسمعي يا جاره. شكرا زاهي. اي ديوان ما كتبوا الاعلامي زاهي وهبي؟ الجواب هو وي وي. معقول ما كتبتوا وي وي؟
هلا في نونو بعدين وي وي. لا بس بركي بركي عنوان حلو كمان. وي 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 نسأل فؤاد ولك وي عيناك. السؤال التالي بدي اياكم تشوفوا هالفيديو ومن بعده بنطرح السؤال. يا بلادي صار وقت التحرير والعالم عفوا بالتغيير وعد علينا نفدي التراب بلادي في ايدينا نغير المصير. يا بلادي صار وقت التحرير والعالم عفوا بالتغيير وعد علينا نفدي التراب بلادي في ايدينا نغير المصير. هيدي تحية للجيش اللبناني منك قرين. والسؤال هو أكمل الأغنية التالية. يا بلادي صار وقت واحد التنظير، اثنين التقدير، ثلاثة التحرير، أو أربعة اللي هو واقع عنا التنجيم والتنظير. يا بلادي صار وقت التنجيم والتنظير. ألين حظك شو بقلك؟ ألين لحود حظك بقلك لازم تعرفي انه انوثتك بخطر والرجال ما بيحب البنت المتمردة مثلك. ننقل على لا لا ابدا بدي اتمرد. ميرفا بننقل على ميرفا. ميرفا لا بدي اتمرد. بشو بدك تتمرد؟ شو تأكد تأكد اللي قاله المارد. معقول مزبوط كان بدك تعملي جندي بالجيش أو ضابط بالجيش؟ هو للصراحة الأنوثة ما لها دخل بإذا الوحدة قد حالها أو بتحب الأشياء اللي فيها عصب قوي. ما يعني الأنوثة فيها تكون سلاح فتاك؟ يعني أنت أوقات بت ما هيك؟ بغيب بيغيب يعني وبيجي بكلمة ما هيك بهيك دغري اختصر كل الحديث. شو معقول؟ لا الأنوثة ما لها دخلة بإذا إيه أنا كنت حب فوت على السلك العسكري بس ما لها دخلة بأنوثتي أنا، ما لها دخلة بتصرفي مع الرجل. يعني أنا ما بجرب حل محل الرجل بس في قصص أنا بآمن فيها وبحبها وبحس إنه بتشبه شخصيتي وقت اللي بعملها بعملها بعفوية. بس عندك قصص بالحياة غريبة شوي. مثل شو؟ بتحبي المصارعة بتعملي يعني السيارة إذا مش سيارة إذا مش 2000 طن وطلوع ما بتسوقها. بيك أب كاميون. طيب هذا تحمي حالة وسام. بيك أب كاميون جرافة دبابة. بعد في الدبابة هلا ناطرة السنة موديل السنة. إنه بحب هاي الأشياء بحسها بتشبه في جزء من شخصيتي. لا ما بتشبهك. لا ما بتشبه مش بالحجم. لا ولا بتكملي. على فكرة بدي أقول شغلة صارت معي مرة كنت قاطعة على الطريق وثابت في جرافة في درك بقى ما أدري شو عم بيقول لي إنه فاتي بالطريق غلط وما غلط وأنا ما عجبتني الخبرية فتحت الباب ونزلت طلع فيي هيك شفتي كيف؟ أنا بركي عرفني إنه طلع فيي قال لي هلا أنت عم تسوقي هاي؟ قلت له مش مليت لك عينك؟ إنه عادي شي بحبه بعمله. بتقبلي تطلعي مع شاب عم بيسوق سيارة صغيرة ولا؟ ايه ما في مشكلة. أو ما عنده سيارة. باخده أنا بسيارة. ميرفا حظك شو بقول لك؟ ربنا يستر. ميرفا قاضي حظك بقول لك علاقة الحب يلي بتجمعك بطليق هيفا أحمد أبو هشيمة رح بتصير حقيقية وليش لا تكون الزوجة الثالثة إلو. شو هيدا الشيء اللي سمعته هلا صراحة؟ أول شيء أول ما سمعت كيف قاضي خليه يكفي لك حسيت رح يقولوا وطوني رامح على التانجو الأرجنتيني بلشت هون خاف.
بوجه له تحية لإلي برضه. هذا لقيت لا صار في شيء أقوى أبداً ولا شو الخبرية؟ ما مع خبرية مش أنا هو اسألي أنا ما خصني ما ذنبي. مين اللي عم بيحكي؟ لا مستحيل نهائياً. لا طلعت هول الخبريات بس نحن حب اللي مارد يتوقع لك إياها كرمال تشيلي هالخبريات اللي عم تنحكي. لا أبداً لا بالعكس رجل أعمال محترم وبعرفه مثل ما بعرف حيالة حدا بذات الدومين بلتقى فيه في هاي باي مش أكتر من هيك. مش مزبوطة الخبرية أبداً مش مزبوطة أنت عم تنفيها لا يعني تتنفي الموضوع لا ما يضل يتلقلق فيه ما بعمل شيء وبستحي فيه أو بعمل شيء وبخبيه مستحيل نحن حبينا يتوقع لك هذا التوقع كرمال أنت تحكي بالموضوع لو كانت مزبوطة كنت قلت لك بالعكس شاب كتير حلو وكل أكيد كل العالم بتستحلي وكل شيء ومطلق بس مش مزبوطة أبداً ما في أي علاقة بتربطنا غير أنه إذا بلتقى فيه قد ايه بتضرك الحكي والقيل والقال بحياتك والإشاعات والخبريات هيدي تعودت لها إنه هلا صرنا إذا كل شخصين بيقعدوا مع بعضهم بيعملون مصاحبين أو بيعملون جوازين هلا أنت وماريو هيك هلا أجيت أنا وماريو أوكي جوزنا ماك وين المحبس عادي يا مرة فالإشاعات بتطلع أكيد يعني ميرفا بعد هالنجومية اللي عملتيها خلينا نعترف فيها كمان شوي اللي زادتك النجومية من وراء دانسينج وذا ستارز والحب الجمهور لإلك صح وكنت قبل غنيتي وفتي بمجال كمان الإعلانات اللي هو كان خلى الناس تعرف أنا بطرح تشارك بالموسم الجاي كمان إيه اكزاكتلي هلا وين عم بتشوف يعني هالنجومية وين بدك تستغليها؟ وين بدي بالتمثيل بالغناء وين بدي بحيلا شيء بيجيني انا بحس بشوف حالي فيه يعني مثلا معقول ترجع تغني؟ عندي تجربه تمثيل اكيد عم بحضر شيء هلا بس كله بده وقت يعني انا ماني من النوع يلي بركض على اول opportunities بتجيني وبالعكس باخذ راحتي باخذ وقتي تا القط الشيء يلي انا معقول فوت فيه وانجح فيه هلا عم بحضر غنيه امتى مقررة تنزل؟ ان شاء الله يعني بأقرب وقت ما بكون زعلانة بس انه عم منحضرها وكانت شو لوكون دو كشكوش لوكو فوكامين؟ سيكواسا سيكواسا هيدي مثل وي 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 نتمنى لك التوفيق ميرفا وان شاء الله بتلاقي الشيء اللي انت بتحققي بتستثمري نجوميتك فيه والطريقة الصح اكيد مش مزبوطة برجع بأكد يعني ماريو yes. صراحة التوقع مش إلك لماريوكا بس إنه التوقع لك لا خلينا نشوف حظك شو بيقول لك للمرة اللي جواتك ماريو باسيل حظك بيقول لك أنت متهم بإفساد المسرح الكوميدي بس يلا إلا ما يوصل مقص الرقابة لعندك ما فهمت بالأول يوصل نص ما فهمت مين يوصل انت متهم ايه انا متهم ما فهمت مين واصل جاي حدا اليوم وصلوا انت متهم بافساد لحظه خليني اعطيك اياها بنفس تونتي ولا بدك اياها بغير جو عادي انت متهم بافساد المسرح الكوميدي بس يلا الا ما يوصل مقص الرقابه لعندك أنا متهم بإفساد نص المسرح خلص بنروح بريك وبنرجع بنحكي بالموضوع لا 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 متهم بإفساد المسرح الكوميدي إفساد المسرح أنا إفساد المسرح الكوميدي شو قصدهم إنه أنا مثلا أول شخص السكس على التلفزيون شو هو اللي بيضحك الناس على فكرة؟ أصلا إنه هيدي شغلة بفتكر الإفساد مش جاي مني انا فخور باللي عم بعمله بالمسرح وكثير فخور وبعتبر حالي سباق باللي عم بقدمه بلبنان القصص بتضحك يعني دراسات مش انه شو اللي بيضحك الناس عاده هن وقتها بتخرق التابوز المحرمات يلي هن الدين والسياسه والسكس هدول اكثر ثلاث اشياء وقتها بتخرقهم تولد الضحكه الدين عنا ما فينا نحكي عنه السياسة عرفنا نحكي سياسة وننكت على السياسة والظاهر انه ما عم بتفيد لانه مثل قلتها بضل في سكس والسكس موضوع كتير يعني اضطريت تستعمله
اضطريت وحلو ليش؟ انه كل ما يجتمعوا عالم بين بعضهم اكثر شيء النكت، شو بتدير نكت عن مواضيع السكس. بقى نحن اصل وجودنا، نحن خلقنا لنتيجه سكس، ليه بدنا نهرب من الواقع تبعنا؟ ليه بدنا نهرب من الشيء المضبوط؟ فرويد بيقول انه في ثلاث اشياء كمان بتقود شخصيه الانسان، هو سكس فود اند شيلتر. فهيدا شغله كثير اساسيه، سكس فود سكس فود اند شيلتر، هيدول اللي بايده البيرسوناليتي تبع الشخص. انا مع الواحد يجيب يضحك، الضحك هو ثيرابي للقلب، للوجه، للعضلات، للنفسيه، لكل شيء، للمرض. مثل ما كنت عم بتقول بالاول بسان جود انه كانوا متحليين بالشجاعه، الضحك شغله لازم نوصل لها بحيالها طريقه. واصلا انت اذا بتشوف شو عم نشوف على التلفزيون، يعني يلي بيعتبرون ابطال عنا القادة السياسيين او الدينيين حتى، شو عم بيفرجونا؟ وين عم بيوصلونا؟ ونحن الفنانين وين عم بيوصل الشعب؟ عم نوصله لفرح، لاسكيب يعني. صحيح. بالنهايه انا بعتبر انه نحن المقاومه المضبوطه، مش غير عالم، مش لا هول ولا هوليك، لكل واحد. لانه المقاومه هي بطوله، والبطوله هو وقت الواحد بيوصل شعبه لحياة أفضل، لحياة أسمى، لحياة حلوة. مش بيوصلونا لنقعد تحت الأرض ونقعد بلا كهرباء وبلا مي وخايفين وقرايبيننا وأصحابنا ما بيجوا من برا. وفقنا ولا لا؟ 100%. هلا أنا تحمست، أنا من جوة تحت عبوتها. إنه يلا إنه ما بدها ماريو. أنا عن جد مش معز، أنا مش معز. بلشت أعطى الهم إذا بتركك زيني بعد عم تعدي، ما بعرف وين بتروح. أنا مش معز من يلي عم نعيشه بلبنان. صحيح. بس ما لازم نيأس ونفل، لأنه أنا كثير عندي أصحاب وعالم مرتبين وراقيين عم بيفلوا من لبنان، بس نحن لازم نضلنا هون ونعطيهم أمل للعالم إنه لا ارجعوا تعوا ونحن باقيين هون، ونحن رح ناخذ نرجع دور لبنان اللي هو منارة الثقافة والضحك والفن والجمال وكل شيء. شكرا ماريو. السؤال يلي كان أكمل الأغنية التالية، يا بلادي صار وقت التدمير. تدمير معقول؟ أوكي، صار وقت التحرير. 14,030 شخص جاوبوا على هذا السؤال. 14,030 شخص. السؤال التالي، أي عبارة التصقت بميرفا قاضي؟ واحد، يلا يبعث لي حمى، بدي بصر فيه انه تقبرني، ديجونكتور يطق كثير صعب، بريك ومنطق.